الفرنسي لهاد الجملاء اللي هما دائما كيشتهدفونا. ديك المره قتلوا الاخوان ديالنا واليوم شادين فريق وطني شادينهم. علاش حيد التوني في الصحراء؟ الصحراء غتبقى، الصحراء غتبقى مغربيه وليداتنا محتاسين في مطار، مطار ديال الجزائر محتاسين هذا الاخوان. كيما كتشوف هما الناس محتاسينهم، ما قبلوش هذا الاحتجاج اللي غايديروا لينا. والرموز الدولة كله كيعلو كمغاربة كأجهزة كنظام كل السلام ورحمة الله. خويا صراحة راه هذه الوقفة الثانية أمام هذه القنصلية الجزائرية للتمديد بهذا التعسف اللي كيديروا حق أبناء الوطن وحق الوطن ديالنا المغرب. وهاد الناس هادو سبق لهم وقتلوا إخوان ديالنا بالرصاص الحي في الشواطئ ديالهم، واليوم كنشوفوا فريق وطني اللي هو بعيد وكاين الرياضة وجاو هما كيتعصبوا وكيحيدوا الراية من التوني. هذا لا نقبله كمغاربة أحرار. وشكرا لنا ضامنين مع وليداتنا اللي مشاو يلعبوا كرة، يعني كرة هي الرياضة، واحتجوهم في المطار، احتجوهم في المطار ديال الجزائر، احتجوهم في المطار. علاش؟ على قبل القميص الوطني اللي فيه اللي فيه الخريطة، على قبل القميص الوطني، يعني الهدف ديالهم هما مراتبينا. شافوا المغرب في الازدهار وجو شوفوا حتى قال لك لا خصك تبتر الخريطة. علاش؟ علاش اخويا علاش؟ علاش؟ ولكن كنشكر الناس ديال البركان تبارك الله عليهم الرجال، انهم ما فكروش في الكرة، فكروا في الخريطة ديال البلاد، الصحراء المغربية، وهذا الشيء هو اللي معقدهم هما، وتحت الشعار الدائم الله الوطن الملك الله ينصر سيدنا.